المورد التاسع. المختصر في أخبار البشر أبو الفداء يقول: ثم دخلت سنة 400 سنة 640 هجري ذكر وفاة المستنصر بالله، ثم دخلت سنة 54 قال أبو الفداء فيها في سنة 654 هجري جرى للناصر داود مع الخليفة للناصر داود الأيوبي مع الخليفة ما صورته أنه لما أقام ببغداد بعد وصوله مع الحجاج واستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في رد وديعته أرسل الخليفة المستعصم أرسل محاسبا أرسل الخليفة المستعصم من حاسب الناصر داود المذكور على ما وصله في ترداده إلى بغداد من المضيف، صار يحسب عليه كل ما صرف عليه في فترة الضيافة مثل اللحم والخبز والحطب والعليف والتبن وغير ذلك، وثمن عليه ذلك بأغلى الأثمان، وأرسل إليه شيئا نزرا وألزمه أن يكتب بخطه بقبض وديعته، وأنه ما بقي يستحق عند الخليفة شيئا، فكتب خطه أو فكتب بخطه بذلك كرها، وسار عن بغداد وأقام مع العرب إذا يوجد مكان، يوجد شريحة اجتماعية، يوجد مجتمع من العرب ويوجد مجتمع من غير العرب، يوجد مواطن من الدرجة الأولى، يوجد حرس خاص، يوجد منطقة قضاء، يوجد قصر جمهوري، يوجد كبراء القوم، يوجد ذو الطول، ويوجد العرب، وأقام مع العرب. ثم أرسل إليه الناصر يوسف بن العزيز بن غازي بن يوسف صاحب الشام فطيب قلبه وحلف له، فقدم الناصر داود إلى دمشق ونزل بالصالحية. تعليق: لقد غفل التيمية أن ينسب فعل الخليفة القبيح إلى ابن العلقمي، وهذه هفوة لا تغفرها لهم أبدا أربابهم الأمرد ورفاقه. هذا ألف باء. تذكرون كيف طعن التيمية بالخليفة العباسي بسبب أخذه للوديعة التي أوضعها عنده الناصر داود الأيوبي، لكن تبين أن الأمير الإمام ولي الأمر الناصر داود قبوري صوفي رافضي وثني كاهن ساحر دجال، لأنه استشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لرد وديعته حسب مقاييس ابن تيمية وزمرته التكفيرية القاتلة. فكيف صار التيمية يدافعون عن هذا القبوري ضد الخليفة العباسي؟ جيم: كرد وترك مماليك صاروا أسياد البلد، كرد وترك مماليك صاروا أسياد البلد وحكامه، ومن ينبذ منهم فمصيره أن يقيم مع العرب. قال: وسار عن بغداد وأقام مع العرب، فيستحي ويستنكف السلطان الحاكم المملوك أن يكون قريبه ورفيقه بالمملوكية والقومية بين العرب، فأرسل إليه وأخرجه من ذل ومهانة ومنقصة وسفالة الإقامة مع العرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دال: إذا كان الخليفة أمير المؤمنين وإمام المسلمين وولي أمرهم قد أرسل إلى داود الأيوبي من حاسبه على ما تم صرفه عليه من أموال من قبل الخليفة وأعطاه ما بقي في ذمته من الوديعة، فلماذا إذن تخونون الخليفة أمير المؤمنين؟ وإذا كان ما يكتبه الإنسان بالإكراه لا يعتبر إقرارا ولا
امضى ان لما كتبه فلا اعتبار فيما كتبه ولا تترتب عليه الاثار. فلماذا إذن تعتبرون البيعة تحت الإكراه وتحت تهديد السيف وقطع الرقبة بيعة صحيحة وتامة وترتبون عليها الآثار ومنها تحقق إجماعات مدعات؟ هذا فيما يكتبه الإنسان تحت الإكراه، فضلا عما يقوله بالإكراه أو يسكت عليه بالإكراه أو يسكت عنه بالإكراه.